الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول أحسن الله إليك: ما حكم عمليات تضييق المهبل التجميلية التي يقمن بها النساء بعد الولادة؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن العمليات التجميلية التي تدعو لها الضرورة أو الحاجة الملحة فإنه لا بأس بها، لأن المتقرر عند العلماء أن المشقة تجلب التيسير، وأن الأمر إذا ضاق اتسع، وأنه لا ضرر ولا ضرار، وأن صاحب الضرورة أو الحاجة الملحة يعامل في الشرع معاملة التخفيف والتيسير حتى تزول ضرورته وتتحقق حاجته. فإذا كان الداعي لمثل هذه العملية هو داعي الضرورة فهذا جائز ولا بأس به، وإذا كان الداعي هو الحاجة فهذا جائز ولا بأس به. ومن المعلوم أنه قد تحتاج المرأة في بعض صور الولادة الطبيعية إلى شق وتوسيع حتى يخرج ولدها، وهذا ليس في كل حالة ولادة طبيعية، لكن في بعضها قد تحتاج المرأة أن يوسع مخرج الولد، وإذا وسع بالجرح فلا بد بالشق الطبي فلا بد أن يعاد رتقه مرة أخرى، وإعادته تسمى عملية تجميلية تدعو لها الحاجة والضرورة، فلا بأس بذلك إن شاء الله عز وجل، لأن المقصود من هذه العملية التجميلية إنما هو إعادة الأمر كما كان ومن باب الحاجة. وأما إذا كان المقصود بعمليات تضييق المهبل إنما هو لإرضاء الزوج ولإعادة الفرج كما كانت المرأة في صغرها بكرا، فإنها عمليات تجميلية يراد بها التكميل والتحسين، وهذه العمليات التجميلية التي لا يراد بها إلا مجرد الكمال والتحسين عمليات محرمة لا تجوز، فصارت الأقسام ثلاثة. أما إذا كان الداعي لهذه العملية التجميلية هو الضرورة فلا بأس، أما إذا كان الداعي لهذه العملية التجميلية الحاجة الملحة فلا بأس، وأما إذا كان الداعي لهذه العملية التجميلية مجرد طلب الكمال والتحسين فإنه أمر محرم. فعمليات تضييق المهبل إذا كان الداعي لها الحاجة أو الضرورة فلا بأس، وأما إذا كان مجرد إعادة الفرج كما كان من باب إرضاء الزوج فإن هذا أمر لا يجوز، والأولى فإنه أمر لا يجوز، والله أعلم.